تلقي هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع قطاع غزة لنؤكد إصرارنا على الوقوف مع الأطفال والنساء في قطاع غزة، ولنؤكد للعالم أننا ضد الهجمة الصهيونية الصهيوأمريكية التي تقتل الأطفال والنساء وتجوعهم وتقطع عنهم كل مناحي الحياة. لنؤكد للعالم أن الشعب المغربي وفلسطين شعب واحد ليس شعبين. ثم لنؤكد أننا واقفون بإنسانيتنا وديننا وعروبتنا مع إخواننا وأخواتنا في قطاع غزة. ثم لنرسل الرسائل أولا إلى المجاهدين في قطاع غزة أننا معكم، والصابرين والصابرات من أهل فلسطين أننا معكم، أننا واقفون. تقبل الله شهداءكم وداوى جرحاكم ورفع عنكم الحصار. ثم نرسل الرسالة الثانية إلى الكيان الصهيوني وإلى أمريكا أنكم خبتم وخاب مسعاكم، وأن المقاومة تدفنكم في غزة، وأن ما سعيتم إليه من أن تقضوا على المقاومة لن تصلوا إليه. ثم نرسل الرسالة الثالثة إلى الحكام العرب الخونة أنكم بهذا الخنوع، هذا الخنوع بان أنكم دمى تحرككم أمريكا والكيان الصهيوني. ثم نقول للشعوب أن يستمروا في التضامن مع غزة ومع فلسطين حتى تنال احتلالها، حتى تنال استقلالها ويرفع هذا الظلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.